نعيمة فتح حبيبتي. يا سلام يا سلام، ما أطراها الفرشة. تعرفي تذكرت فرشة المرحومة ستي لما كنت نام عليها، حس كأنه محشية بطاطا. شايف المخدات ما أطراها هون كأنه المحشيين اللي شنعان. يا سلام، الله، فعلا فعلا. يا روح كروان، يا قلبه لكروان، يا عيونه لكروان. بدي علينا الباب بهالليل. بيكون الجنائية. ولي شو جاب الجنائية له؟ هذا البيت كانوا يأجروه مفروش لعزابية. ايه بجوز جاية كبسة. لا وخبرية شو جنائية؟ لسه فرحتنا ما وصلت لأرادنا. كروان؟ نعم كروان. قوم افتح، ليش خايف؟ لا ماني خايف، بس يعني جنائية يعني شو؟ لك قوم افتح. طيب نعيمة، طيب حبيبتي لا ترتعبي انت. يلا حبيبتي نعيمة، بتعرفي حدا من أمن الجنائي يعني حتى نتصل فيه نفهم منه شو القصة؟ يو شو بيعرفني أنا بالجنائية؟ إيشو شايفني خريجة حبوس؟ بالأمن الداخلي؟ ما بعرف. بالأمن الخارجي؟ بأمن الشعوب؟ لك شو بيعرفني؟ خلاص كروان روح افتح. شو بدك؟ صباح الخير، إن شاء الله ألف مبروك يا صهري. صباح الخير، لسه ما طلع الضو، لسه ما انضربنا على عبنا. شو في؟ ما في شي صهري، جايب لك هالسطل القشطة وهالأطراميز العسل لتتروق أنت وأختي. إيه، يسلموا إيديك. غيره في شي؟ لا ما في شي. الله معك. يلا، خاطرك صهري. مع السلامة. لحظة صهري. نعم. تأمرني شي؟ لك سلامتك. الله يسلمك صهري. سطل قشطة وأطرميز عسل مشان نتروق فيهن أنا وياك الصبح. يا لطيف، تخربطت بصريني من الخوف. أنا فكرت شغلة جنائية، أنا طلعت شغلة قشطة وعسل. إيه الحمد لله. الحمد لله. كروان. يا روح كروان. يا عيون كروان. يا قلبه لكروان. مين وهاد كمان؟ شو بيعرفني؟ مين بتدق علينا الباب بهالوقت؟ قوم افتح وشوف. بس الشغلة ما تكون جنائية. خلص روح لا تخاف. مين؟ أنا ضرغام صهري. شو في يا ضرغام؟ شو بدك؟ ما في شي صهري، بس نسيت إلك اوعى تنسى تحط سطل القشطة بالبرادة، هاي القشطة ما لها روح. حاضر مثل ما بتريد، غيره. سلامتك صهري. الله معك، مع السلامة. صهري صهري. لك شو في؟ شلون يا أختي؟ والله مشتعلة. ما حلك تشتعلة، ما صار لك زمان مفارقة. خلاص روح بدنا ننام. طيب. وينك؟ لما بدي علينا الباب بدنا ننام. ها؟ طيب. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. شو بده اخي ضرغام؟ قال ما انسى حط العسلات والقشطايات من برات. يسلموا ايدي اخي ضرغام، درويش وقلبه طيب. صحيح كان يضربني ويقسى علي وياخذ لي كل مصرياتي، بس وقت الشده حنون وبيعرف الواجب. ايه الله يخلي لك اياه. الله يسلمك. نعيمه يا روح، نعيمه يا قلبه، نعيمه يا عيون نعيمه. ولي
إذا كان أخوك درغام لأسكخ قصيدة هجاء عكره وهزله بدنه. مين؟ أنا أبو النغام. شو بدك يا أبو النغام؟ إن شاء الله جاي تسألني إذا كان لحن غنية لحظ عيدك لطشني عجبني ولا لا؟ لا أخي، مو جاي مشان غنية. لك ليش جاي؟ اشتقت لي؟ ما حلك؟ لك أخي عاوزك كلمتين. أخي ما بقدر. أخي إذا كنت شارح بستناك حتى تلبس. مو شغلة شارح ولا لابس، بس يا أخي بدي نام. لك أخي هن كلهم كلمتين. أمرك. نعم، أمر. أول شيء إن شاء الله صباحية مباركة. الله يبارك فيك، غيره؟ إن شاء الله مشي الحال. بخصوص شو؟ قصدي يعني وين قررتوا تعملوا شهر العسل؟ هلا جاي تفيقني قبل الشحالة وبنتها لحتى تعرف وين قررنا نعمل شهر العسل لأبو النغام؟ لا مو مشان هيك جاي. لك مشان شو جاي؟ أخي جاي شوف إمتى بنقدر بمعيتك نروح على الجمعية مشان نفك أسر العود المأسور. ما اشتريت عود وغنيت الليلة ومش الحال. هذاك العود مستأجر أجرة، وإذا دري صاحبه بيعمل لي مشاكل الله يسرك يا أساس كرامه. طيب طيب، خليني أنا هلأ أخلص من هالدعكة وبكره بروح أنا وياك وناخد معنا كم شاعر أغنية محلية جاها ومنفك لك العود المأسور غيره. الله يعلي جاهك يا رب. يا سيدي وأنا رايح على الدوام حليت لك جارنا عم يذبح تهريب، اشتهيت لك المعلقة. خدوا امسكوا، انت عريس جديد لازمك تغذيه يا رجل. مسيك طيب مسيك من ايدي. كتر خيرك، رجعوا على الكيس. خد غزة، خد غزة. مسيك يسلموا ايديك. يلا فرقنا بريحة طيبة. خاطرك منو هذا كمان؟ أبو النغم. شو بده؟ جايب لنا معلق، قال اشتهانا بأكلة معلق. إيه، سلم ديات. قوم حبيبي اطفي لي هالضوء وخلينا ننام، وقد ما ندق الباب لبقى تفتح لحدا. حاضر. شايفي يا نعيمة، الحمد لله رب العالمين أكرمنا بعد الصبر وصلنا لبيت وكعكتين بخيط. أنا ما بقول هذا بيتنا ليصير لنا بيت ملك أنا وياك. الله كريم يا بنت الحلال. على بيت الملك لسه قدامنا مشوار صعب وطويل. ولا يهمك حبيبي، أنا بوقف معك. خد سيرتي وبعطيك المصاري اللي مخبيتهم عن عيون أخي درغام وحطهم فوق مصاريك، وخلينا نشتري أحلى بيت بليق فيه. أنت الأستاذ كروان شاعر الأغنية المعروف، لازم تسكن بأحلى بيت. الله يخلي لي إياكي يا صابرة يا إنسانة يا أصيلة. معقولة أنا أخذ منك مصاري؟ ما بكفي الإهانات اللي أكلتيها من أخوك درغام من تحت راسي. أنا لو بقدم لك لحم كتافي قليل. أنا لك مينو هاد كمان؟ لك طلع الضو، ما بقى بدنا هدايا يا أخي. لما تقوم تفتح؟ ما بصير حبيبتي، ما بدنا نزعج الجيران. مين؟ نعم. مرحبا. أهلين. البنت العرسة اللي استأجرتوها أعطونا إياها. وليش مسجل عليها؟ في عنا أربع أعراس غيركم. يلا لا يشبعكم، انتظر. شو عم تساوي حبيبي؟ حبيبتي
ناويني اطرحها من عندك. ليش؟ هذا صاحب فستان العرس يلي استاجرت لك اياه من عنده قال بده اياه. وليش مستعجل عليك للان؟ قال مأجره لاربع اعراس غيرنا، قال عنده اليوم عرس بعين درما وعرس ببقين وعرس بدريكنيش وعرس بتلكوشك على حدود تركيا. شريف.